استهدي بالله، يلا قومي عشان ترتاحي شوية. أنا عايزة أرجع البيت. بيت مين يا هدى؟ بيت أبويا اللي مات وهو بيدافع عنه. البيت لو اتقفل يبقى الشيخ صالح أبو فضة مات بلاش. البيت مش هيتقفل يا هدى، وأنتي سمعتي سليم لما حلف وقال إن هو هيرجع لك البيت وهيفتحه معاكي كمان وهيحضر دفنة عم صلاح الله يرحمه. يبقى أنتي كده بقى مش عارفة سليم يا هدى. سليم طالما قال إن هو هيعمل حاجة يبقى أكيد هيعملها. خلاص خلاص استهدي بالله، تعالي معايا جوه في الأوضة. قومي يا دنيا، قومي يا حبيبتي. يلا حياتي يلا. لا حول ولا قوة إلا بالله يا ربي. بنتي دي صعبانة عليا قوي يا فريد. وأنا كمان قوي يا طنط. أنا كنت بفكر أخدها معايا على البيت، هناك أوسع ومتهيألي هتاخد راحتها أكتر. وإحنا يعني يا فريدة اللي عشرة في البيت، على الأقل رد لها شوية من جمايلها هي وأبوها على سليم ابني. دول كانوا شايلينه من على الأرض شيل. طب ولما سليم يرجع؟ أنا فاهمة قصدك يا فريدة. لما يبقى يرجع ساعتها تشوف هنعمل ايه. هيرجع يا طنط ان شاء الله هيرجع. ملك عمرهم في ايه؟ جميله يا سيدي طلعت عامله فلوس متلتله من حوار انها نشطه ده. حتى الجمعيه بتاعتها طلعت بتاخد فلوس من بره. عادي يعني ده طبيعي، اكيد الامن مطلع الاشاعه دي. عادي. لا يا هيثم مش اشاعات. انا اتاكدت من ناس اصحابي يعرفوا ناس شغالين معاها. حتى موضوع سفريات امريكا طلع ولا مؤتمر ولا نيله. سافرت ايه؟ تتفسح يعني؟ هربت. خافت تتكشف فهربت. انا كمان عرفت امبارح ان هي اسمها نازل في قوائم الترقب. يعني الحاجه الوحيده في البلد دي العدله طلعت نصبايا. يبقى لازم ترحم نفسك وترحمني معاك ونشوف اي طريقه نهج بيها من الزفته دي. ولا انت عاجبك يعني اللي بيتقال دلوقتي؟ ادينا احنا اللي طلعنا في الاخر غلطانين ولا الكلب ما نفهمش اي حاجه. عاجبك؟ بص يا هيثم، ممكن نكون احنا طلعنا غلط في النهايه يعني. ونسيم الانصاري ده بطل وما عنديش شك في ده، واي ظابط مكانه كان هيعمل نفس الكلام. بس في حاجه تانية بتقول ان زياد مات في اسم شرطه وعلى ايد راجل شرطه. دي برضه هتذنبنا ايه؟ ذنبنا ان احنا اتولدنا في المخروبه دي، لازم نهج منها. هنروح فين؟ ونسيبها ليه؟ ده مش حل على فكره يا هيثم. الحل الوحيد بالنسبه لي ان احنا نكمل لحد ما نوصل مصر المكانه اللي تستحقها. وإيه اللي مانع مصر إنها تبقى في المكان اللي هي تستحقها؟ أعدائها كتير. حرامية، فاسدين، مصاصين دم الغلابة وإرهاب. يعني إحنا تسرعنا؟ آه يا عيسى، إحنا تسرعنا. كان لازم نفكر كويس قبل ما ناخد القرار ده. أدينا هنحاول. بصي يا هدى، مش عايزاكي تشيلي هم خالص. البيت ده بيتك وانا هنا اختك. ربنا يخليك يا سلمى. تعرفي ان انت شبه سليم قوي؟ لا سليم مش حلو قوي كده. انا مش قصدي في الشكل بس، قصدي في الروح كمان. ربنا يخليه لكم يا رب ويرجعه لكم بالف سلامه يا رب. طيب يا بنات انا هستأذن بقى، مش ناقصه ماما تقفش عليا اكتر ما هيقفش. محتاجه حاجه يا هدى؟ كتر خيرك يا فريده. خيرك انت اللي مغرقنا وعم صالح الله يرحمه. انا عايزاكي تستهدي بالله، ولو احتجتي اي حاجه تكلميني على طول. ربنا يخليكي. على فكره يا فريده، ليه حق سليم يحبك الحب ده كله. هنسلمكم. احمد تشرب ايه؟ انا مش جاي الضايف. ايه بقى انت بتتكلم كده ليه؟ تشرب حاجه سكران؟ مش انا اللي يتقال لي الكلام ده. اسمع يا لطفي، أنا استحملتك كتير وعمري ما فتحت بقي، لكن كل شيء له حدود. في إيه يا حماد؟ أنا مش فاهم ولا كلمة من اللي أنت بتقوله. اتفضل يا أخويا، اتفرج وأنت تفهم. وريني. واحدة ست تقول لجوزها كده يا فجرة. وأنت مكبر الحكاية كده ليه يا لطفي؟ اللي بينا أكبر من كده يا راجل أنت. بقول لك الواد ابنك منافق مرات ابني، وتقول لي هكبر الموضوع، أنت عايز تجنني؟ يا راجل هو من إمتى النسوان بتبوظ اللي ما بين الرجاله؟ بقول لك الواد مرافقها، مرافقها، والبنت هي طالبه الطلاق دلوقتي عشان تمشي على حل شعرها مع المحروس ابنك. خلاص خلي ابنك يطلقها. يا سلام، هو ده اللي ربنا قدرك عليه؟ يا جدع انت ابنك اتجوز واحده وطلعت شمال،
مش هتفرق بقى مع ابني مع غيره، يبقى الصح ايه؟ يفضل متجوزها ويبقى بقرون، ولا يطلقها ويخلص من قرفها؟ وانت تفتكر ان انا جاي لك لحد هنا عشان اخد رايك في ابني هيعمل ايه مع مراته؟ انا جاي اتكلم معاك بخصوص ابنك، ابنك اللي لا صرنا عشره ولا ملح ولا اي حاجه ما بيننا. طب هو تعمل غريب عنك يا عماد؟ ما انت عارف انه بايظ ومطلع عيني وعين امه، اعمل فيه ايه يعني؟ ابني ابيعه وارميه؟ لا لا سمح الله، بس طالما ابنك بقى غالي عليك قوي، انا كمان ابني غالي عليا ومش هسيب حقه. لا ما دام وصلت لغايه كده يا حماد، يبقى حق ابنك عند مراته اللي مستقرضاه، واحمد ربنا قوي ان الحكايه جت في تامر ابني. على الاقل احنا ستر وغطى على بعضينا، مش احسن ما كانت خلت سيرتكوا على كل لسان؟ يا سلام، ودي بقى كمان عاوز تحملها لنا جميله ولا ايه يا راجل؟ واحنا في بيننا وبين بعض جمايل. بس انت لو بتفكر صح لازم تسال نفسك، اللي بعت الصورة دي بعتها ليه؟ عشان يفتح عينيا يا أخويا. لا وانت الصادق، عشان يوقع بيننا وبين بعض، وبحضرتك بغشوميتك تنوله اللي هو عاوزه. ما تسألش نفسك ده مين؟ بيعمل كده ليه؟ اسمع يا لطفي، الكلام ده كله ما يخصنيش. أنا جيت لك وقلت أتكلم معاك راجل للراجل، بس للأسف بقى لقيتك بتتصرف تصرف غريب أنا ما فهموش. زي ما ابنك ما هو غالي عليك، أنا كمان ابني غالي عليا، وحق ابني مش هسيبه. يا عم يا عم أنت ما كملناش كلامنا. دي مصيبة. أيوه يا زفت، أنت فاني داهية. سيب اللي في إيدك ده وتجي لي المعرض دلوقتي حالا. حاضر يا حاج، حاضر. مسافة السكة وهبقى عندك. طب ما ترسيني يا حاج، هو في إيه؟ دلوقتي حالا يا حاج من غير زعيق. حاضر يا حاج، حاضر، جاي لك دلوقتي. سلام. ايه القرف ده؟ يا نشأة حماد اتجنن خلاص. لا لا انا استحمله ليه؟ وانا هلاقيها منه ولا من البني ادم ده اللي اسمه زناتي؟ محمد اقفل دلوقتي واكلمك تاني، بس اوعى تنام. ها يلا سلام. تشرفت يا حلت امك. اكيد قصدك على ابني مش كده؟ لا ما تخافش، حلت امه اللي هيعرف يروح ولا يجي. بينا حلوين اهو بنشيل سلاح. نزل سلاحك يا لطفي. يا عال انت عاوز مني ايه؟ دلوقتي عايز منك ايه؟ ما انا جيت لك زمان لحد عندك في البيت، فتحت صدرك عليا وطردتني. وريني بقى دلوقتي هتحله من تحت ايدي ازاي؟ انت بتتكلم عن ايه؟ من حلت امه. خلصك من انت في سنين. ما انا عارف، بس احرق قلبك عليه. فهو نكد بنكد بقى ونتنكد كلنا. تامر عيل صغير سليم، صحيح طويش، بس اقسم بالله العظيم عيل صغير. فزياد برضه كان عيل صغير، وندكت عيلة صغيرة، بس ضفر عيل من دول برقبة ابنك الحيوان. زياد كمان على فكرة ما كانش عندها غيره، وأم ندى ما كانش عندها غيرها، وأم أنا كمان ما عندهاش غيري. جرب بقى حرقة القلب. بس أنت مش هتقتله وتقتله، مش هتقتله صح؟ دلوقتي مش هتقتله وتقتله، مش كده؟ ده أنتوا خليتوا الدنيا كلها تقول عليا سفاح. سليم الأنصاري بلطجي، بس أنا مش محتاج أقتله، عشان دلوقتي معايا الدليل ان انا احبسه. بس دليل ايه؟ اه صحيح، ما احنا الكلام خدنا ونسيت اقولك. التليفون ده عليه الفيديو اللي زياد صوره وابنك بيخبط البت وبيموتها. انت جبت الفيديو ده منين؟ الفيديو ده مش موجود مع حد غير مع زناتي بس.
ما زناتي اللي ادهولي. زناتي جالي وعرض على اي عرض يرضينا احنا الاثنين، بس انا قلت اعمل باصلي واجيلك. جايز الاقي عندك عرض احسن وهو انت اولى. قلت ايه؟ لو عايز تسمع اقعد، اقعد ورايح ظهرك واسمع الكلمتين. وحياة النبي ما تحط في نفسك كده، بكره هتفوق وتحلى. مش باين يا صفاء. ليه بس كده؟ ما دينا قاعدين هنا هم متداريين لحد ما ربنا يفرجها. يفرجها ازاي بس وكلاب السكك بتجري ورايا في كل حته يا صفاء؟ مفيش حد يا اخويا بيجري وراك غير هباب البرك اللي اسمه سليم ده، وبكره ان شاء الله تخلص منه. الحوار ما بقاش في سليم بس يا صفاء، انا مش مطمن لحبستنا هنا. ليه؟ انت مش قلت لي ان نشأة المحامي متطمن للمطرح هنا؟ اه بس انا طول الوقت كان اللي جام في ايدي صفاء، لكن دلوقتي هم اللي مخبيني وهم اللي عارفين مكاني، وانا قاعد هنا معرفش حاجه. ايه اللي هيحصل؟ معرفش يا صفاء، بس انا الاول كنت ماسكهم من زمرة رقابيهم، لكن دلوقتي حاسس ان هم راكبيني ومدلدلين رجليهم، ودول ولاد كلب ساعه الجد يبيعوا ابوه. طيب انت مش لسه معاك الفيديو؟ خلاص بقى، هتخاف من ايه؟ الفيديو ده هو الحاجه الوحيده اللي مطمناني، عشان لو حد فكر يقل بعقله معايا اطربقها على دماغ الكل. شكلك كده مش مصدقني. خلاص براحتك، اروح ادور على حد يصدقني. ولا ادور ليه؟ ما زلاتي مصدقني والدنيا حلوه والكلام عاجبه. انت متخيل ان زناتي هيقف معاك؟ اذا كان خلاصك في ان زناتي يشيل شيلته، وبعدين تطارق مع زناتي مش معايا انا. ده انا كنت فاكرك معلم. الصحوبيه عمرها لا بتدوم ولا العداوه بتدوم. طب انت هتستفاد ايه لما تحبس ابني؟ اذا كنت انت كده كده هتشيل تهمه قتل زياد. لا ما انا مش هشيل حاجه. يعني انت عاوز تفهمني ان زناتي هيتسجن بدالك وهتسجنوا ابني كمان؟ ما تظبط كلامك يا سليم بيه. لا يا حاج لطفي، مزلاتي مش هتحبس. امال مين اللي هيشيل قضيه قتل زياد؟ امي؟ لا، رفاعي. رفاعي؟ اه رفاعي. ما الواد زناتي ده طلع ابن كنيه، لما لقى ان هو مش هيوصل معايا لحاجه جه لحد عندي وحط ايده في ايدي، اتفق معايا يسلمني الفيديو وانا اثبت ان كلامي صح، وان زياد كان جاي يشهد على تامر، وان انا هو بقى نشهد عليك ان انت اتفقت مع رفاعي ان يقتل الواد زياد. اقول لك بقى كبيره، ده احنا مش بعيد نطلعك ان انت اللي قتلت رفاعي. نعم يا اخوي. اه والله، وجيت الحق عجبت الفكره. رفاعي ساعتها كان نبطشي وسهل جدا ان احنا نثبتها عليه، بعدين مش هيحصل له حاجه تاني، ما هو مات خلاص. وزناتي بقى حلال عليه الفلوس وانا ارجع شغل والدنيا تبقى تمام. حلوه الفكره مش كده؟ لا مش حلو. ليه؟ لان مفيش اي حاجه تثبت ان انا ليا اي علاقه بالحكايه اللي انت بتقولها دي. اه صح، ما انا نسيت اقول لك، ما هو زناتي هيشهد عليك انه اكتشف كل ده بعد موت رفاعي. بعدين هيطلع على مرات رفاعي يديها قرشين عشان تقول نفس الكلام، بعدين الحكومه تروح بيت رفاعي تلاقي التليفون عليه الفيديو في بيت رفاعي اللي زناتي خباه هناك. بقول لك ايه، ما تشغلش دماغك انت بالتفاصيل دي كلها. انا ظبطت كل حاجه ان انت تشيل ليله وتحاسب على المشاريع. ده غير حماد بقى، بعد ما عرف ان ابنك ماشي مع مرات ابنه اكيد مش هيساعدك. انت اللي بعت لي الصوره؟ ايه رايك؟ الضمه قفلت على صباحك. لما انت مالي ايدك او كده خطفت ابني ليه؟ انت عايز تتشافى فيا وخلاص يا حاج لطفي. انا لو عايز اتشافى فيك قدامي العمر كله وانا قاعد على مكتبي وبتفرج عليك انت وابنك وانتوا محبوسين، بس الحل ما عجبنيش. بعدين زي ما انت قلت، انا طاري مع زناتي، قال لي يهمني زناتي تحبس وانا اطلع بره. طب لما انت عارف كده رايح تتفق معاه ليه؟ انا ما رحتلوش، زناتي هو اللي جالي، بس انا قلت اجي لك. انت راجل كبير، عيب ما تروحش لحد، يمكن الاقي عندك حل احسن. صح صح، قدامك دقيقتين تفكر في حل وترد عليا. يعني ايه؟ يعني انت كنت عارف؟ اللي بعت لك الصورة هو اللي بعتها لي.
أنا مش قادر أصدق. أنا رحت لتامر عشان أفهم منه اللي حصل بس ما لقيتهوش. أكيد تامر مش هيعمل فيا أنا كده صح؟ يعمل فيك كده ويعمل فيك أبو كده كمان. أنا وأنت دلوقتي بندفع ثمن معرفتنا بلطفي وابنه. بس وحياتك عندي أقسم بالله العظيم ثلاثة لا دفعوا ثمن كل اللي بيعمله ده من يوم ما عرفناه لحد النهارده. والثمن هيبقى غالي قوي. الو ايوه نشك معلش اتاخرت عليك. لا 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 انسى الموضوع اللي انا كنت بكلمك فيه دلوقتي ده خالص. في مصيبه كبيره حصلت ولازم نتقابل احنا الاربعه عشان نشوف هنتصرف فيها ازاي. لا لا لازم دلوقتي مش هينفع الصبح. يا نشأت لما اجي هفهمك مش هينفع في التليفون. احنا مش ضامنين مين سامعنا. خلاص كلم محمد وزناتي وخليهم يجوا لك المكتب دلوقتي حالا وانا مسافه السكه هكون عندك. سلام. يا متر مصايب تاني كفلنا الشر ولسه في مصايب تاني ما لبسناهاش. طيب حاضر هجيلك على طول. ماشي سلام. في ايه زنيتي؟ معرفش صفاء بس شكلها كده في عوا انا حاسس. خلاص ما تروحش. ما ينفعش هفضل قاعد هنا حاطط ايدي على خدي ومعرفش ايه اللي بيجرى هناك. يعني هتعمل ايه يعني؟ هعمل لازم نتعامل من بدري. الحوار ده مسخ قوي لازم يجيب اخره بقى. ايه يا لطفي نشأت عندك؟ انا ربع ساعه هكون عندك. سلام. في ايه يا حاج لطفي؟ ما تفهمني يا اخي. اهدى يا متر دلوقتي تتجمعوا كلكم واحكي الحكايه مره واحده. انا متاكد ان محدش هيتاخر. فيها نشأت جايبني على عملها وش كده ليه؟ اسأل الحاج لطفي هو اللي مجمعنا ومش راضي يقول لي في ايه. يعني ايه مش عايز يقول في ايه؟ ولا بعياله ولا ايه؟ احنا هنفضل ماشيين وراه لحد امتى؟ مش كفايه اللي حصل لي بتحت راسه هو وابنه؟ لا 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 يا حماد بيه ده الحاج لطفي برضه حبيبك واخوه. كان زمانه جبر يا اخويا. ليه كده؟ اسأله في ايه؟ في ايه يا حاج لطفي؟ سيبك منه نشأت ما انت عارف حماد. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. في ايه يا متر؟ كده بقى علمي علمك. فدي عارف يا حاج ما يعرف ولا كنت عايز ابنك يعيش طول عمره مفتوح على قفاه وشرفك عندي اللي حصل ده ما يعدي بالسهل. بلاش جعجعه فارغه يا حماد. انت ايه فاكر نفسك في خطبه من خطب مجلس الشعب بتوعك؟ جريء يا حاج انتوا جايبيني هنا عشان تحلوا مشاكلكم ولا ايه؟ اقرا رساله. مش عايز بلد النسوان انت كمان. قصدك ايه بلد النسوان دي؟ قصدي تسيبك من الحاجات بتاعتك انت وابنك دي. عندنا الاهم يا حماد.